حياة الواحد مننا اختيارات، واهم اختيار بيتحط فيه الواحد في بداية حياته العملية هو اختيار نوع الشغل. الواحد طبعا بيبقى عايز يكوش على المميزات، بس انا ماشي يعني في الموضوع ده بحكمة قالها الفنان الكبير عمنا سمير غانم. قال لك جيت اظبط البطلون ضربت. الو، ايوه يا ابني. ايه النتيجة؟ طلعت نجحت؟ الحمد لله، ربنا يبشرك بالخير. اخيرا يا اخي خلصنا من الدراسه وقرفها، بس يا اخي الواحد مش عارف هيبتدي الشغل ازاي، كل واحد برايه وحاجه اخر لخبطه. يلا يلا، سلام سلام. حاجة واضحة جدا مش محتاجة للتفكير، خليك موظف تكسب راحة بال يا صاحبي كتير. أول الشهر تقبض مش شايل هم وبرنس، باقي يومك بتاعك بعد الشغل تعيشه بسنس. فكك محدش عمره بيغتني من الوظيفة، خليك انتربرونر حلو ودماغك نظيفة، شغال فقط لصالحك مجهودك وبس ليك، مش تبني في شغل غيرك وفي ثانية ممكن يرميك وماله، ما انت عنده خدت خبرة، سيفيهك مع خبراتك هيجيبولك سيده بكرة، ومسيرك تلقى وظيفة راحتك فيها راح تكون. أكبر غلط يا صاحبي دي اسمها الكومفورت زون، لازم تضغط على نفسك تقوى وعلى رجلك تقوم، السمك لقى نفسه في البحر فعارف يعوم. افرض لو ما انتش سمكة في البحر هتغرق أكيد، يا ما ناس خسرت فلوسها والدين وراحوا في حديد. ما تسودهاش في وشه وانت بطل تغشه، أنا بزرع جواه الطموح وانت اللي جاي تحشه. ممكن تكبر في وظيفتك تترقى لو واد حريف، تقعد باشا في مكتب نضيف ما انت خفت تكييف، واما أجازتك تيجي تروح تصيف في المالديف. وده نسبته كام في المية يا عم الكوربريت سليف؟ لو جبنا سيرت الشغل وسعه لبتاع زمان، مترسق قوي وبرنس اصله ضامن المكان، لو زعلت الدوخ السبع دوخات ورا الاختام، لو راضي عليك هتخلص مصلحتك وهتبقى تمام. الساعه تيجي واحده هوب يزوغ ما تلاقيهوش، شغل الحكومه تمرمخ فيه لو حظك ما لحقتوش. والله شكرا ليكوا جدا جدا يا شباب، انا هفكني من الهري ده كله واروح اغني راب.